وكالة تنمية التكنولوجيا الحديثة للاتصالات قامت مؤخراً بافتتاح مركزين لها في كل من مدينة مونغو حضرة جيرا وبشي بإقليم وداي، وذلك بهدف تطوير الاتصالات الحديثة في مدن البلاد المختلفة. أحمد آدم. رغم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بدول العالم بما فيها تشاد، إلا أن هناك بعض المشاريع ترى النور، وذلك بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة مع شركائها من المقاولون الشباب لتنفيذ بعض المشاريع التنموية، أملا منهم أن تساهم في انتعاش الاقتصاد، خاصة مع الواقع الذي أصبحت فيه التكنولوجيا الحديثة للاتصال أدوات أساسية في التنمية الاقتصادية الاجتماعية. ووكالة تطوير تكنولوجيا الإعلام والاتصال أداتيك تعمل في ذلك لتنفيذ ما وعد به رئيس الجمهورية الشعب التشادي بأن تصبح تشاد محور أساسي في العالم في مجال الربط التكنولوجي، ووقوف المقاولون الشباب بجانب الحكومة لتنفيذ ذلك خير دليل. هنا شغل السوانة ده الجنس كله يستفيده، ده فكرنا بريزان دي الاربيبليك إدريس دي بيئتنا أصلا هويا يدورك كل شباب هنا تشاد يلقوا الأمل. أنا شغلنا عندنا نية ندورنا أدلو بلدنا أمور أنا بلد هكينا ده شلنا وأنجاجي. العمل المشترك بين الحكومة والفاعلين هو مساهمة وطنية تعود فائدتها للوطن، وذلك من أجل مؤسسات وبنى تحتية متينة تبقى شاهدة على الزمن في ظل صراع شركات المقاولة العالمية العابرة للقارات.